هذاك راه تصور معايا راه ما خلصتش هذاك سميتو ما تصورنيش راه ما صورتش اخويا راه وبانت لي هذا كرواز اللي 42 27 درهم هذا الغليظ هذا الدجاج الغليظ واخويا الاسعار ديما مرفوعه بالاخص هذا بيبي والدجاج هذا غالي بزاف ما بقيناش قدرنا نجيبوا السلعه والبيع والشراء ناقص وخويا السلعه اليوم راه غاليه بزاف ما بقيناش خويا بيبي الدجاج راه 27 درهم للكيلو ما 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 ماشي بصالح المواطن وراه داير بزاف خويا بزاف راه كيتقام الوكال كيتقام عليه ب 1000 ريال الكيلو باش كيديه مذبوح باش كيتقام عليه يعني غالي غالي بزاف اخويا غالي كيقول لك الدجاج كيموت ليهم هذه من هنا دجاج ما وهو ما كي ما فهمتش انا ما فهمتش لا ما مول المحل ما يفوتش درهم جوج دراهم ما كيفوتهاش مول المحل جايب 26 هاك ياخذوا ب 26 وفيه الكسور بزاف الكسور هي من اللي تحيد ليه الريش وتحيد ليه المصارن وتحيد ليه داك الشيء وعبرها وشوفها بشحال غادي تقام على هاد الوكال هذا اللي غادي ياكل ودابا ما ينزل الصيف هذا ما عمرو ينزل دابا سير مع هاد لو تيفوت الصيف العراس كي حنتي كاينين العراس وعليه عليه الدوموند فهمت حنتي الدرويش كياكل الدجاج دجاج وبيبي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات.